نحن هلا باليوبي سوفت ستاند وعم نطلع على شو في موجود، عم نطلع على ستاندز كبيره لاساسن سكريد يونيتي، عم نطلع على ذا ديفيجن، على فار كراي 4، في ذا كرو، وفي عالم عم بيمشوا لابسين الكوسبلاي تاعيتهم فيكتوريان، في عالم عم تلبس فيكتوريان فرنش من ايام الفرنش ريفولوشن من شان اساسن سكريد موجوده هنيك على اليمين. وهون الغمازه بيتلبوا كمان في تطلع هونيك في ذا كرو حاطين إذا تطلع هون حاطين هون مش بس فيكم تلعبوا ذا كرو، فيكم تلعبوا ذا كرو كمان بسيت خصوصي، شوفوا كيف عم بيهز وبيرج لحتى يعطيهم ذا فول اكسبيرينس تبع ذا كرو. ذا كرو فعلا لعبه شكلها كثير حماسيه لاوبي سوفت، واحده من افضل ريسنج جيمز هيدي السنه، ونحن اكيد انا متحمسين لحتى نجربها. انا كمان لعبتها امبارح وكانت كثير حلوه، كثير انبسطت فيها. في ديفرنت ميشنز فيكم تعملوها، في تارجت، في ريس، في الف شغله، اوف رود، اون رود، وات ايفر ات از، فول كستمايزيشن للسيارات. لعبة فعلا كثير حلوة. أكيد فعلا، يعني هون أكيد إذا بنكمل معنا مثل ما كنا شايفين هون الأساسن كريد يونيتي الكوسبلاي اللي عم بصير، هون حيصير في شي عرض بعد ما عارفين شو هو، بركي خلال النهار بنرجع بنكتشف. وفار كراي 4 أكيد واحدة من أهم الألعاب اللي بينت خلال المؤتمر تبع أوبي سوفت بإي 3 وحتى خلال المؤتمر تبع البلاي ستيشن، وبتشوفوا الناس كلياتها ناطرين بدهم يلعبوها على كذا شاشة. فار كراي 4 من أهم الفيرست بيرسون شوترز اللي حتنزل بالسنة المقبلة، ونحن كثير متحمسين لحتى نلعبها. اكيد يعني هون هذا يعني هذا اوبي سوفت، هذا بس هيك نظره سريعه على كل شيء بتشوفه. ستاند كثير كبير مثل ما تعود عليهم كل سنه. شكرا. خليكم معنا لكل التغطيه، وهلا رح نضل معكم بكل خلال اي 3.